ايه بننظف بس الاول عشان احنا خلاص ده جه بقى وقت النقل، دي اصعب مرحله واهم مرحله. ان شاء الله احنا خلاص دلوقتي هنتوكل على الله، هنروح على بيتنا القديم عشان خاطر نحمل العفش بتاعنا ونجيب العربيات ونيجي على هنا. ان شاء الله هو اليوم صعب وانا عارف ان ده متعب. الفيديو النهارده ده هيبقى متعب جدا معاكم، بس ان شاء الله هتحبوه وهتحطوا له لايك جامد قوي من اللايك المتين بتاعكم، وان شاء الله هيبقى يوم حلو. يلا اركب يا برنس. اسوق انا؟ اركب سوق. طب يلا بينا. هو انت على طول بتسوق الهبل. مفتاح هنا؟ طب يلا. يلا يا حاج اركب. طب نفتح الباب. خليكم انتوا مش هخليكم تعملوا حاجه النهارده خالص. انا مش هعمل حاجه. ومين قال لك؟ ريحكم خالص. الاوضه بتاعتي تتربط وعزالي يتحط وانا قاعده باشا. يا باشا. طبعا. ايوه طبعا. اما احنا رحنا فين؟ ميرسي يا محمد. ايوه كده. كلمه ميرسي دي ما قلتهاش بالي كتير. ايوه كده. ميرسي يا محمد. منور يا حبيبي اقسم بالله. بس الازرق عليك اكل منك حته. الله. والله العظيم جامد. بص الازرق يا حسن على ابوك. ما شاء الله حلو. بص الله اكبر عليك يعني. خاف عليك تتحسي. افتح لي بقى يا محمد دلوقتي وانا هخرج. الحمد لله عشان انا دكتور. الله يسلمك. كيف وقتك اقسم بالله؟ المفروض انا هاجي اشيل؟ حماتك بتحبك؟ لا انا تعبان. انا تعبان. لا لا لا. بيجي على اكل بيقول حماتك بتحبك؟ دراعك بيحبك. اللي هنا كله. هتاكلوني ضرب انا مالي. بس بص اهم حاجه خلي بالك عشان هنا الازاز بتاع السفره ده اعمل له مكان حلو. مش هعرف اخده معايا في الملاك كده. حاجات مسروقه مسروقه. انا الحاجات دي اول مره اشوفها. حاجات مسروقه. عند حمدي مش بس سارقين ده. ايوه على سارقين حاجات حلال يعني حاجات حلوه برضه. تخيل عبده هو بيشوف دلوقتي. بص اوعى عشان دول ايه؟ دول مش هينفع يكونوا في العربيه النقل. نحطهم في العربيه الملاكي معانا مع الازاز صح؟ ايه ده وليه؟ تعالى نطلع في اوضه ما تفكتش فيها. لسه. ايه؟ تعالى يا ابني صور عمك علي. احلى واحد في الدنيا كلها. شفره للتيم. عمك علي ده احسن واحد. براحتك احلى واحد في الدنيا كلها. براحتك حمو. منور الدنيا. ماشي حمو. والله العظيم منور الدنيا. الله يكرمك. منور. الله ينور عليك. في كوكتيل من اللي حسن كان عامله امبارح؟ ده الحله جوه ايه؟ مش فاهم مليان. هخش افطر. خش افطر وروق كده حالك وتعالى نشتغل. اشتغل ايه؟ في حاجه ما تفكتش فيها عايزين نفكر. ما انا فكيت. معلش معلش. الله يكرمك. ما ينفعش انا بساعه طيبه هدعي لك واخلي امي تدعي لك. الله ينور عليك يا رجاله. وعليك. انت ما غيرتش ليه يا ابني؟ كنت غيرت. كده كده انا هبغير اما اخلص. الله ينور عليك. مش فاضل بس يا جماعه غير الاوضه دي. خدنا على غيرت ربنا. خدنا على مشن. ولا بيقولوا مشنو. خدنا على مشن. ما لحقتش اعمل حاجه. بص الاوضه مكركبه. احنا امبارح اصلا فكينا هنا وفضينا الهدوم وعملنا كل حاجه، بس طبعا ما عرفناش نخلص كل حاجه. طبعا الموضوع كان صعب وتعب. الموضوع متعب جدا والله يا جماعه. فاحنا سايبين الرجاله تحت بيحملوا العربيه وشغالين، واحنا قلنا نفك هنا عشان الحاجات دي برضو ايه احنا اللي هنسلك فيها. ان شاء الله احنا قدها وقدود. احنا جامدين قوي. والبرواز كمان. ويحيى والنبي يحيى قوم بالله في الاخر. ما انا سايبه. لا معلش ما انا سايبه هبنزله في الاخر عشان خاطري. معلش هتقولي دلوقتي اعينه في العربيه عندي. ده انا مش هوديه في العربيه النقل اصلا. ما كنت سايبه للاخر. ازاي ده انا كنت سايبه في الاوضه دي غصب عني. كنت عايز اخده في اوضتي اصلا بس ما رضيتش. بمناسبه البرنامج مش عارف اشيل كل التعليقات دلوقتي. تطلب الرحمه من زياد ربنا يرحمه رحمه واسعه يا رب. امين يا رب. الفردوس الاعلى مع النبيين والصالحين وان شاء الله هي في الجنه واحنا متفائلين خير. هي ان شاء الله في الجنه. كل اللي شاف البرواز ده يطلب الرحمه دلوقتي ويترحم على ام زياد ربنا يرحمها رحمه واسعه. بسم الله ما شاء الله. شايفين امر الله اكبر. نورته اقسم بالله. نورته نورته. عايزين اي مساعده؟ عايزين تشجيع من النار. ساعدونا وتساعدوكم الله يبارك لكم. بتاع التشجيع من النار كده. يعني انتوا حبكي تنقلوا في نفس الوقت اللي احنا بننقل فيه. هنعمل ايه حظ؟ كنت استنيت يومين. نصيب. لو كنت استنيت يومين كنا ساعدنا بعض. ساعدناك. مش احنا مع بعضينا؟ ننقل مع بعضينا؟ ما احنا كده مش مع بعضينا. لا مع بعضينا. عموما احنا خلاص الحمد لله احنا قربنا نخلص اهو. الاول نقله والعربيه الثانيه جايه في طريق. بس هو ايه الفكره بس ان دي خلصت بسرعه حملت الاول والثانيه لسه بتحمل فجايه كمان شويه. استنى الله اكبر. ايه رايكم في البيت؟ تاكلي ودن حسن؟ كلي ودني. يلا ولا مش عايز تاكل. طب بص تاكلي ودني؟ كلي ودني. لا مالهاش مزاج. ايه رايكم امانه؟ لا تمام. تعال خش بقى اتفرجوا جوه بقى. اديني يا اكرم واحده تشجيع من النار يا اكرم. تشجيع من النار تشجيع من النار تشجيع من النار تشجيع من النار. تعالوا بقى افرجكم جوه على البيت بقى من جوه. كل مكان نمشي فيه نلاقي فيه كده. يا ابني هو انت ورانا؟ ايوه عشان محشي. كفته وراك محشي. عشان المحشي. انت خدت بالك انا مجهز الشبكه. هو مجهز كل حاجه. كل حاجه جاهزه. عشان المحشي. دي ميه؟ لا لا يا دي ميه. الله دي ميه. لون الميه دي ميه.
يلا بينا نطلع فوق. انتوا خلصتوا نقل ولا لسه؟ احنا لسه معانا ربنا. معاكم ربنا ان شاء الله، ربنا يقومكم بالسلامة. اصل احنا مش مستعجلين، بننقل تاتا تاتا. نو نو نو. اتفرجوا بقى على البيت، معاكم الدور ده والدور اللي فوق والدور اللي فوق. ما مش محتاج ان انا ابقى معاكم، البيت بيتكم. اختاروا لكم اوضة. اللهم صل على النبي. النور من هنا اهو. ايه وانا نعرف ايه ده؟ اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا نزل. ايه رايك يا سحر؟ عقبال ما تجيبوا احسن منها يا رب. يا رب تجيبوا احسن منها قدها اربع خمس سبع ثمان مرات. البيت ده ملوش زغروت. لا ليه زغروت؟ والله لا، البيت ده لازم ليه زغروت. اما اتفرج. لا زغروت. هو الله اكبر، المطبخ لوحده يحتاج زغروت. جميل. لا والله العظيم، والله الله اكبر. ده فواتح حلوه. المطبخ جميل. انا لما شفته مش مع النور بتاع الفواتح حلوه ان شاء الله. تقييمك كام؟ كم من عشرة؟ مش كم من عشرة، ده مليون في العشرة. الله أكبر، بسم الله ما شاء الله. أهم حاجة مش الفيلا، أهم حاجة حبايبنا اللي هيعملوا والروح اللي عايشين فيها. بس احنا بصوا بقى يا باشا، صلى على النبي. أنا أستاذ هتأكلنا إيه؟ سيبني الأكل. احنا بس نخلص نقل وهنجيب أكل وجاهز وهناك. ماشي. احنا بقى عملنا الأوضة اللي فوق ليه؟ للبلاي ستيشن. أوبا أوبا بقى. أوضة مكيفة. كنت كنت في المونتاج ما عندناش الكلام ده. أوضة مكيفة. بس أنا ليا شرط. إيه؟ عايز ألعب بالدراع الأبيض. العب بالدراع الابيض. هي العب الثاني مع الدراع. الفكره في اللي ماسك الدراع مش في الدراع. ربنا يجعلها فاتح خير عليكم ونشوف العرايس بقى وهم مليانه كده. احنا دلوقتي يا جماعه عايزينكم تفكروا معانا، انتوا اتفرجتوا على الفيلا مره صح وعارفين التفاصيل كلها، عايزينكم تفرشوا معانا علشان الفرش لو طلع وحش هيبقى ذوقكم انتوا اللي وحش. حسن يا رامي. لا يا دوب الله ينور يا رجاله. يا ولاد الايه؟ هما اللي هيكتشفوا الفيلا. اي حاجه موجوده هنا احنا ما نعرفهاش هما اللي يعرفونا بيها. انا كنت مترقب. طب انا عايز في ثانيه ولا خلصت؟ ازاي ما خدناش بالنا؟ ده فينا كتير اهو. بص بس مستوي يا عم علي؟ اه لسه مستوي. اه الاسود مستوي صحيح. ده بص التستايه قد ايه؟ بس خلي بالكم عشان هتلاقوه غسل. عايز تغسل؟ ها؟ على الله ونعم بالله. بس برضه عايز تغسل. انت كبير ما شاء الله. هو مستوي عم اللي بينه وبينه ربنا عمر ما بيموس حاجه كل اي حاجه عايزين. ده توت سكري على فكره. اولادي عايزين فرق مش طايله الاوزه. هي عايزه حد يجيب لها. اهو 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 اهو. الصلاه على النبي. اهم حاجه خلي بالكم الشجر ما يتكسرش. عايز فرشه حافظه تحتيه ويتهز عشان يبقى نظيف. بس لسه سيبوه يكبر شويه. عشان صغيرة يا عم. السودة دي استوت خلاص. بس صغيرة. بص يا محمد، بص هنا. عمار يا مصر. بص فوق هنا. بس أنا مش عايز أهز الشجر بصراحة، أنا يهمني الفروع دي ما تقعش. لا ما بتكسرش. الشجر فعلا. أهم من التوت، أنا بخمسة جنيه رايح أشتري. هيسوت بقك على فكرة. ما بتكسرش بقنا. بس انت بتكتشفوا يا اولاد مفيش شجر تاني؟ لا ده بص بص في قريب هنا اهو. بص ده اللي عالقه صغير اهو. شجر البطيخه ايه؟ فين؟ هو البطيخ بيها بيها بشجره؟ سيبني بقى مع حامد. هو البطيخ بيها بشجره؟ ما انت روحت بصيت. طالما اتعرضت للكاميرا يبقى انت بتنزل. عندك فضول. البطيخ مش في شجر اصلا؟ البطيخ بيتزرع على الارض. طب دوروا يا اولاد كده يمكن تلاقوا موز، يمكن تلاقوا عنب، اي حاجه. في شجره عنب هناك؟ الموز لسه صغير. لا ده مش عنب، ده ريحان. دي ريحان يا مكتوب. بص شجره الريحان دي احلى حاجه. اللي عنده بقى شجر ريحان يجي الصبح كده او في اي وقت عموما وامسك شويه ميه واعمل عليها كده اهو، شوف الريحه اللي تطلع منها. ده كمان الهواء بس يا محمود، الهواء لوحده بيجيب الزهر كمان عليها بتاعها. لا الميه، هاتي ميه عليها كده وشوفي هيبقى الريحه عامله ازاي. جمال الريحان. لا ما شاء الله هنا الشجر والزرع وكل حاجه جميله. عمك علي فرح بالتطرخ. اه كله بيحب. انت مش مستعجل على العربيه صح؟ لا ما نمشي كده براحتنا عادي. ما شاء الله يعني ما شاء الله جميله، العيال هيتبسطوا هنا. مين بيحب التوت بقى اللي بيتفرج عليه ده؟ مين بيحب التوت؟ اللي بيحب التوت يجي ياكل معايا. انا زمان كنت باخد العيال بتوع الشارع واطلع على اي مكان فيه غيط ونشوف شجره ونقعد نهز فيها ونطلع فوق الشجره. وفي شم النسيم ده، في شم النسيم ده انا هعمل لك مفاجاه في الجنينه دي في الجون، ومحدش في التعليقات هيتوقعها. ايه حاجه هعملها هنا في الجنينه؟ في الجنينه دي؟ في الجنينه دي. تحدي يعني؟ لا مش تحدي، هديه مني ليكم بنسبه البيت الجديد. ايوه بقى محدش هيتوقعها. اللي بيحبنا يجيب لنا هديه للبيت الجديد يا جماعه. واحد في المليون اللي ممكن يتوقع على بكره يجيب لهم ايه في الجنينه هنا.
هنا. اجيب ايه؟ وما حدش يقول عصافير وحمامي هيطلع غلط في الاخر. اجيب ايه؟ اجيب ايه؟ لا مش هقول لك. بالله عليك قول. والله بقول لك الله فجاه. الله إيه؟ الله على التوت. عرفت ايه اسمع؟ لو عرفت خليها في سرك. شجره موز اهي. ما هي لسه صغننه. شجره موز هنا برضه. ايتي يا اوعى على ايدي باظ. ايه؟ يعني ايتن مش عارفه تجيب توت زعلانه. هتروح لها تقول لها مش عارفه اجيب ايه. انا خليكي تجيبي توت. مش لاقي حاجه تجيبيها. هشيلك تجيبي توت من فوق. كل ودن حسن. كل ودن حسن. تعالى انا هخليها تجيب توت. هخليها تجيب توت بنفسها من فوق. هتعرفي؟ يلا اهو. اهو يا ايت. جبت كتير. اهو التوت اهو. شيلي يلا التوت. فرحت بيها. شيلي. الله. ما هو العيال بيدوها بس هي عايزه تجيب بنفسها. يلا تجيبي تاني. يلا استني استني يا ايناس. يلا هاتي. خدي السودا اللي ورا الحلوه دي. ايوه الله. بس خلاني اغسله. هي بتاخد الواحده وبتجري. حلو. احنا قلنا لو جينا تسيب ابوك وامك وتيجي تعيشي معانا هنا. ها بتقول لك اه. تسيب ابوك وامك تعيشي معانا هنا. الله. يلا نامي. يلا نامي. يلا نامي نونا. يلا كله ودنه. كله ودنه. عيلك هيسيبوك عشان الشجره دي. عادي ما هم كده كده اصلا على طول معانا واحنا على طول معاكم. احنا تعبنا. احنا خلصنا. احنا خلصنا. احنا هنعمل ايه في الحاجات دي؟ مين اللي هيرصها ومين اللي هيشيلها من مكانها يطلعها الاول؟ انت. احنا اللي في المطبخ يخش المطبخ. واللي هو يطلع اول مره يجي هنا اصلا. ايه رايك يا يحيى؟ انا هطلع اتفرج. انا عايز اتفرج. ايه رايك في المنظر بره؟ بأمان. والله جامد. بأمان. انا مبسوط. منبهر. انا مبسوط. واحلى حاجه يحيى انبسط بالمسجد برضه اول ما شافه. مبسوط انا بقى. طب احنا دلوقتي عندنا حاجه مهمه جدا. ايه؟ انا ما فطرتش والمفروض دلوقتي احنا فطرنا. المفروض ده دلوقتي بقى وقت العشاء. انا على طول بروح الجامعه اول حاجه بقولها لهم انا عايز افطر. ما فطرتش النهارده على اساس ان انا هاجي اكل هنا. وجيت راحوا مستلميني كده ومشغليني. انا عايز اكل. ممكن اسال سؤال؟ ممكن اسال سؤال؟ سؤال صغير. انا دلوقتي لو انا دلوقتي عايز اخد دش كده واطلع اوصل للغيارات ازاي؟ مش هتعرف يعني. روح اشتري هدوم. انا عايز اوصل لهدوم يا جدعان. اسهل يا عم. ده جلابيتي على احتال اللي جيت بيها اختفت. دخلت في الصورة. انا اصلا معايا تليفون تاني غير ده. التاني مش لاقيه. معرفش هو راح لفين. الحاجه دخلت في بعضها. معرفش التليفون راح فين يا جماعه. ما شاء الله. طبعا احنا عشان عفشنا كتير وسرقين عفش كتير فعامل معانا شغل. ما شاء الله هنا الدنيا اتملت. فبصوا يا جماعه ما شاء الله احنا من كتر العفش ركننا هنا بره اللي قدرنا نركنه وركننا هنا شويه وكده يعني. انا عايز اجرب انزل وسحر ولا مش نضيف؟ بتجرب الشوايه البتاع ده مش نضيف صح؟ لا نضيف. معه ما شاء الله ازرق جميل قدام. يعني هو لو نضيف تقدر تنزله؟ اوعدك هتاكل لو نزلت. طب خلونا الاول في الاكل يا عم. لو نزلت طب مش عايزين ناكل. طب مش عايزين ناكل. عايزين ناكل. عايزين ناكل. هنجلصكوا. هروح اجيب انا. هروح اجيب الاكل. انا هروح اجيب الاكل. طب ماشي احنا عايزين نتصل بالتليفون الاول. وقت صوتكوا عشان الجيران. ما تقولش ايه مين الناس الجداد اللي جوهم دول. ايه صدورات. ما اكيد عارفيننا يعني. اكيد عارفيننا. اكيد متابعيننا. زمانهم بيتفرجوا على الفيديو لايف. لا هم هيقولوا من اولها جايين ياكلوا. عايزين ناكل. هتاكلوا ايه يا جدعان النهارده؟ ممكن تاكلوا ايه؟ سيبوني نفسكوا. لا بلاش انت والنبي عشان احنا بنتكلم. سيبوني نفسكوا. هذا اللي اول حاجه ماشي. اه طبعا هجيب لك الاول. انا عايز الاول. ماليش دعوه. انا عايز خلاص بقولة. بص احنا خلاص هم هيسيبوا لي نفسهم ماشي. وانا عليا الغدا بتاع النهارده. الغدا ولا العشاء؟ غدا عشاء. غدا عشاء. لا انا عايز اكل حمام. ما انت لو قلت تعالى تعالى البس الشبشب. تقول له مرتين ماشي. كيكي من يلا قولها. بتقولها حلو مرتين. كاش جاب النار. 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 تبص على اللي فيها فيها. ايوه لا بتبص بس خايفين حد يطلع من الشباك يقول لك ايه ده حوارات اهو. يا بصوا بقى يا جدعان احنا دلوقتي بقى ايه حسن خلاص هنسيب له نفسنا النهارده. روح هات لنا الاكل وتعالى. لا 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 بس خلي بالك احنا لو بعد بص يا محمود هنبيك في الماء. يا محمود لا هتجي بس عامل ازاي؟
ايوه ما انا حاطط لك العيون بتاعته تحت، خلي بالك ما تدوريش عليها في حاجه. لا بص احنا عموما النهارده هناكل وهنشوف مثلا نشرب حاجه حلوه ماشي، عصير ولا حاجه نجيبه جاهز برده، وهننام. وبكره ان شاء الله بقى هنبدا ان احنا نشتغل. في كوكتيل يا كابتن بكره، ايه رايكم نعمل لكم جوله بقى واحنا بنفرش كده، يعني نشقكم معانا ونخليكم تتعبوا معانا. انا عندي جامعه بكره لحد بعد بكره. هنستناك لحد ما تيجي. انا عارف هنستناك يومين. رد عليا سلمي. فنانة يحيى اتقطعت ازاي من الشيل؟ فنانة يحيى اتقطعت من الشيل يا حول الله يا رب. انا حزين على التيشيرت. انا حزين مكتئب والله. يعني معلش احنا يا جماعه بصوا، احنا جبنا الاكل كله بس نسينا ان احنا ما معناش لسه المواعين. المواعين لسه في البيت القديمه. مش شلك اتصرف يا عم، ما شافنيش امبارح في البطيخ. محمود اتصرف وقطع البطيخه زي البصل. الحمد لله يا جماعه، محمود قعد يفرك كده. احنا الحمد لله بيبقى عندنا الاطباق دي على طول، لان احنا بنخرج فيها لحم وحاجات لله. لقاها قدامه فقال اتصرف. لا بس مش زي الاولى دي، مش زي اللي كانت بالجنه دي، عجينه خالص. انت اللي شكلك مش عارف تفتح. لا الثانيه كانت بتبقى عيش. بس السلوفان ولا سيحها. اه مش شايفين الدنيا جوه عامله ازاي؟ قلنا احنا لو قعدنا جوه مش هنعرف. انا مش قادر استحمل فباكل الحب. بص بقى بص بقى بص بص، انت عايز محشي ولا لحمه؟ الاثنين. لا اختار الثلاثه. واحده واحده يا محمود. محشي. الله يا سيدي يا سيدي. حطيت غيره. عايزه محشي ولا رز؟ لا مش عايز. ماشي. هو ده الكلام اللي بينفع بعد الشهر. ايوه ودي بص ندي كلها في حته. هنوزع هنوزع. شوف بص خد كمان واحد عشان الولاد هنا. انا قدامي طاجن وهموت واعرف الطاجن ده بتاع ايه. بص يا جدعان، ابويا والله فصل. ابويا خلاص هو دلوقتي بيحلم. ابويا دلوقتي اكيد هو في حته ثانيه مش معانا. حسن تعالى نكتشف الطاجن ده بتاع ايه. تعالى نكتشف الطواجن دي فيها ايه. اكيد حمام. اكيد ده الحمام. ده حمام. بس خلي بالكم في برز وفي بالفري. انا طالب بالفري. انا بقى بالرز. العيش ده حطه هنا جامد يا سيدي. يا سيدي مولع. بس ايه رايكم في الاكل؟ اختيار حلو. جامد. ولا قصرت في حاجه بصراحه؟ جامد. اتاخرت عليكم ولا جبت بسرعه؟ انت جامد. انا طلبته يحيى هو اللي راح جابس. طب الطاجن الغلبان ده محمد مستولي عليه؟ افتح كده خليه للاخر عشان لو الاكل يفاض من نقطه. لا مش هيفيد. مش هيفيد. ما تخافش. عايز يخم. عايز هو ده فريك ولا انا عندي استفسار، فين المعالق؟ ده فريك. صحيح. ولا هنعمل زي الخلايجة؟ على فكره ما جاش معالق. اتعامل اتعامل اتعامل. يا ابني ناكل ازاي؟ بصوا يا جماعه النهارده الاكل متعب، وهتلاقوا اليوم كله متعب. عادي هنستحمل. من بكره ان شاء الله بالليل او بعد بكره هتلاقوا الحياه بقت جميله. ايه تلاقي ايه؟ ايه في ايه؟ حمام. بس اللحمه جامده. انت يا حاج اللي قدامك دي. كل يا حاج جايب لك لحمه. طب بصوا بقى، احنا نقفل الفيديو مع الناس كده وهنقول لهم استنونا ان شاء الله في الفيديو اللي جاي بعد ده على طول، عشان انتوا هتتعبوا معانا في رص البيت وفي الفرش. تعالى اما ادوله الحماميه دي. تعالى عشان يحط اللايك. اللي هيحط لايك اديله حماميه. ادي حاجه كده الطبق ده. ما احطش. طب ولو اشتركت في القناه ممكن تاخد الطاجن كله. ونشوفكم على خير. مع السلامة. مع السلامة. لسه ما خلوش عليه. ما فيروش كل واحدة واحدة على ما الناس تاخد علينا كده، وبعد كده نبتدي نعلب الفلت واحدة. لا 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 استنى لا لا استنى 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 يا عيلة الحاج جابر بتخاف. ونشوفكم على خير ومع السلامة. انا عايز معلقة ما اعرفش اكل انا كده. خد يا حبيب قلب اخوك. لا عايز معلقة. مع السلامة. هو ده حمام جريج ولا الحمام هيخلص؟ خليك واقف انت بقى بتعيط. مع السلامة.